الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ الورق اللي في خزنة ازيك يا ابو نسب؟ اخويا رحيم، انت خرجت امتى؟ يعني ما انتش عارف؟ انا اعرف منين اخويا؟ اعرف منين؟ انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا زباله الرجاله؟ انتوا كنتوا ماسكين رحيم ليه؟ انتوا مش عارفين مين ده؟ كاريكات؟ ده صاحب المكان وعمل الزمان. الله ليك شوق يا رحيم. لا رسول الله، احنا لازم نذبح النهارده. ما تقلقش، من ناحية هنذبح فاحنا هنذبح. ده انا فاكر المشروع ده بيتعامل مع واحد سكران ولا حد معرفوش. مجاش في خيالي ابدا انك انت. معلش يا رحيم، مسحها في دقني. العيال دي جديدة وما تعرفكش. لو ما احنا اتعرفنا تحت. انت هتقول لي على قديمه. يلا بره، يلا يا اخويا، وانا حساب معاكوا عسير. والله ليك وحشة، وحشة كبيرة يا رحيم. بتعمل ايه يا رحيم؟ لا بس بقفل الباب عشان نتكلم مع بعض على راحتنا. اقسم لك بالله، والله يا رحيم انا ما في مره صليت العشاء الا ما دعيت لك ان ربنا يفك دقتك. صليت العشاء؟ انت بقيت بتصلي دلوقتي يا عرب؟ هنعمل ايه بقى، كبرنا وبخطف العشاء كده بحبل نروح المركب. نورت مكانك ومطرحك يا غالي. اتفضل يا عم رحيم، اتفضل يا باشا. لا ما تاخذنيش، بس الوعد انا حسب ما اتعود اخويا. انا مرزوق هنا ليل نهار، لكن خلاص رجعت مكانك ومطرحك. اتفضل يا اخويا، اتفضل يا رحيم، اتفضل يا باشا. انا في السجن اهو، ده بقى اللي كان قلقني. ما تسمعش من حد غير رحيم، انت ما تعرفش ايه اللي حصل. خلي بالك اخويا، في ناس كتير قوي عايزين يضربوا مفك ما بيني وما بينك. وانت قلقان ليه؟ ده انا وصلني كل خير. لا رحيم، انت ما تعرفش اللي حصل يا رحيم.
اخوك بهدلني يا اخويا، بهدلني قوي. حتى اسال اختك واروح بعيد ليه؟ يلا على البيت تشوف اختك وتشوف العيال وتحكي لك بنفسها. يلا قوم يا عم، يلا قوم. ياه، للدرجه دي مش طايق تشوفني قاعد على كرسي؟ انتوا ده رحيم. ايه يا عم الكلام ده؟ انا بقول لك اختك مشتاقه لك. انت مش عارف رحاب حصل لها ايه من ساعه ما مشيت، والله دمعتها على خدها لغايه دلوقتي. طب قسما بالله دلعت عجل الاسبوع اللي فات على روحك، قصدي على حسك، على حسك الغالي يا ابن الغاليين. يا ولا لك شو يا رحيم. اللي بالحق، الخزنه دي فيها ايه؟ الخزنه دي فيها فيه. يا رحيم بضحك معاك يا جدع، وحشني الضحك معاك من زمان بصراحه كده. الخزنه دي ما فيهاش حاجه، انت خدت كل اللي فيها، دي عالجنط. بقولك يا ابو السيد، اوامر. لغايه ما تصفي حساب السبع سنين اللي فاتوا كنت عايز منك قرشين كده. كام؟ انت تؤمر. 2 مليون. كام؟ لا لا لا، انا معيش فلوس دي، الفكه والفته كلها في السوق. لا بس بسيطه بسيطه، انت تؤمر اللي انت عايزه، المال مالك اخويا، بس يعني سيبني 8 9 10 ايام كده، 5 4 3 ايام تمام. ده انت ليك شو يا رحيم. داليا بابا خضتني. اصل ما كنتش عايز حد يشوفني، عشان كده استنيتك هنا. عايز ايه؟ انا كنت جاي اطمن عليك واطمن على امك و... وتطلب فلوس غصب عنها يا بنتي. اخر مشروع دخلت فيه خسرت كل فلوسي واتديانة. بابا بلاش الكلام ده معايا، انا عارفه كويس قوي بتعمل ايه بالفلوس دي. انا بتضايق قوي لما بشوفك، عشان مش عايزه اشوفك كده. بابا لو سمحت تعالج وسيبك من الزباله اللي انت عايش معاها دي، وانا هقنع ماما، انا هقول لها نرجع زي الاول، بس ما تكسفنيش زي المره اللي فاتت. حاضر. مش معايا غير دول. نورت بيتك ومطرحك اخويا. ما كنتش مصدق انك انت هتجيبني بنفسك لحد هنا. ليه بتقول كده يا كبير؟ ده حتى الاصل اصلك رحيم. لما انت عارف كده خرجت اهلي منه ليه؟ انا قلت لك رحيم، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش. يرضيك يعني؟ يرضيك اخوك يمد ايده عليا قدام عيالي ومراتي؟ يرضيك رحيم؟ طب وليه خليت رحاب تنقل القصر باسمك؟ هي اغتربت اخويا، حتى سألها، احنا خوفنا يعني بعد ما تقبض عليك يحجزوا على ممتلكات عيلتك كمان. بتشوف امينة؟ امينة؟ انا امينة ما شفتهاش ليا سنين، من ساعة ما اتجوزت اخويا ما اعرفش عنها أي حاجة. نورت يا رحيم. اتفضل يا كبير، مكانك ومطرحك.
ارحام. ايوه يا سيد. في ايه؟ تعالي شوفي مين عندنا النهارده. مين يا اخوي؟ رحيم، وحشتني، وحشتني قوي يا اخويا، وحشتني. ازيك يا رحيم؟